السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعضاء وزوار موقع دروس نت دوت كوم. نرحب بكم في درس جديد من سلسلة دروس دورة سي اس اس. في هذا الدرس بإذن الله سأتطرق معكم إلى خاصية ديسبلاي التي تمكننا من التحكم في العرض إن كنت أريد إظهار العنصر أو إخفاء العنصر أو عرضه في سطر واحد أو بشكل الافتراضي بلوك. قبل البدء في درسنا ندعوكم للانضمام الى صفحتنا في الفيسبوك عبر الرابطه التالية facebook.com/drosnet1. اضغط على زر لايك ان كنت تريد بالتوصل بجديد الدروس التي نقوم بطرحها او بجديد المواضيع التي يتم مناقشتها دائما على الصفحه دروسنت. اولا سنقوم بالتوجه الى ملف العمل. هذا هو ملف العمل الذي اشتغلنا عليه في سابقا. كما تلاحظ معي ساضيف خاصيه التي هي display. display يمكن ان تحمل ثلاث قيم. القيمه الاولى التي هي known، ثم القيمه الثانيه inline، ثم القيمه الثالثه block. اولا سنبدا مع القيمه الاولى التي هي known. هذه القيمه تمكن لك يعني من اخفاء العنصر، يعني هذا العنصر موجود لكنه تقوم باخفائه. لاحظ ان وضعت مثلا قمت بتحديث الزر ستلاحظ ان العنصر مخفي، وان يعني وان قمت بفحص السورس الكود المصدري سألاحظ ان قمت بفحص الكود المصدري سألاحظ ان يعني الكونتنت موجود لكنه مخفي مع خاصية display. جيد. الخاصية الثانية وهي block، يعني block هي قيمة افتراضية يعني لا تغير اي شيء. والقيمة الاخرى التي هي inline، هذه القيمة تمكن لك من عرض العنصر في سطر واحد كما تلاحظ. لاحظ لو قمت بنزع display ستلاحظ ان القيمة يعني لاني وضعت هنا زر br يعني سيكون هناك عودة الى السطر. ثم ايضا لكن مع يعني هذا display تقوم بالغاء يعني الويد وايضا البر ان وجد، وسيتم وضع العنصر في سطر واحد بأكمله. وإلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى درس آخر بإذن الله تعالى.